مشاهدينا أنتم على قناتكم نورويب تي في ومع أخبار الصحف الصادرة ليوم غدنا الأربعاء 9 أبريل الجاري، أهلا بكم. وبدءا بالنشاط الملكي، قام جلالة الملك محمد السادس بالإشراف على تدشين بيت الصحافة بطنجة أول أمس الاثنين. بيت الصحافة هو مركب سوسيوثقافي من شأنه تمكين مهني الصحافة والإعلام من المغاربة من الاندماج بشكل أفضل في محيطهما العربي والمتوسطي. الخبر على الصفحة الثانية من جريدة الأخبار بعنوان عريض الملك يدشن بيت الصحافة بطنجة. دائما مع جلالة الملك محمد السادس الذي وجه تعليماته إلى وزارة الداخلية من أجل التنسيق الكامل لجهود مختلف المصالح الأمنية لبذل المزيد من المجهودات للتصدي للظواهر الإجرامية التي تهدد أمن وسلامة المواطنين. وزير الداخلية محمد العنصر سيعقد جلسات عمل بمختلف جهات المملكة مع الجهات المسؤولة. المقال عنوان بارتياح شعبي بعد التدخل الشخصي للملك من أجل التصدي لظواهر الإجرام. لأول مرة منذ إحداثه سنة 2001 أضرب الباحثون العاملون في المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية عن العمل أمس الثلاثاء. جريدة المساء أشارت أن إدارة المعهد عمدت إلى أساليب تهديد الباحثين وتغليظ الرأي العام عوض فتح قنوات الاتصال مع جمعية الباحثين للنظر في المشاكل العالقة. المقال بعنوان إضراب عن البحث العلمي في المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية. في مستجدات الساحة السياسية، بن عبد الله يكشف وجود العديد من القضايا الخلافية بين حزبه وحزب العدالة والتنمية داخل التحالف الحكومي، مؤكدا أن حزبه لن يقدم تنازلات بخصوص القضايا المرتبطة بثوابت ومبادئ الحزب. عنوان المقال هو بن عبد الله لن نتنازل لحزب العدالة والتنمية والنقاش بيننا سيحتد حول المقاصة والتقاعد. في تطور جديد لملف عبد الحنين بن علو المدير السابق لمكتب المطارات، نشرت المساء في صفحتها الأولى مقالا أشرت فيه إلى دفاع بن علو في مرحلة الاستئناف على طلب تمتيعه بالسراح المؤقت. هذا الأمر اعتبره خطوة من شأنها أن تساعده على جلب وثائق مهمة من أرشيف وزارة المالية تثبت براءته من التهم المنسوبة إليه. بن علو يطلب السراح المؤقت للحصول على وثائق حساسة من وزارة المالية، هو عنوان للمقال. على ملعب في سانتي كالديرون يخوض برشلونة اختبارا صعبا في ضيافة غريمها المحلي أتلتيكو مدريد الذي يتصدر ترتيب الدوري المحلي مباشرة أمام النادي الكتالوني. باب التأهل بين الفريقين سيكون مفتوحا بعد أن فرض التعادل نفسه في لقاء الذهاب بكامب نو بنتيجة 1-1. المقال على جريدة المساء بعنوان البارسا يبحث عن انتزاع التأهل إلى المربع الذهبي من قلب مدريد. إلى هنا مشاهدينا ننهي جولة الصحف، في الموعد يتجدد مع سهر أميمون، إلى اللقاء.